السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الأعزاء، اليوم أجت حالة واحد من الأخوان نقل ليها، معطيها دواء يتصور هي بها مغص، فمعطيها دواء مع المغص، يقول ضربتها أبرة مغص، والمغص ما إلى أبرة إلا بعد تشخيصه تشخيص دقيق. ياهو منهم مغص بولي، مغص تشنجي، مغص رملي، مغص غازي، مغص التوائي، مغص تداخلي بالأمعاء، آلام بالكبد. هو يجيب ونطيها، هذه يسموها علاج على الأعراض. شكو أعراض؟ مثل الدكتور مال قبل يعطيك على الأعراض كيس مال دواء. هذا العصر ولا والنوب إجوا وزودوها الأخوان بكيفهم، يدور على شغلة مجانية. للأسف 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 يا أخي، ما تقدر تربي خيل، ما عندك إمكانية، روح أخذ اشتري لك كم دجاجة وخلهني بيضا لك، وتروح تحصل هم البيض ولا عود احتاجية تبيعها. ما يصير. شنو هذه؟ يقولوا نفس الحالة بعدين حسيت بها، يعني بها حمرة، فطقيت لها، يقول طقيت لها يعني سوالها فصد، يعني سوالها نزيف، طلع منها قد قال 5 لتر. زين، لا يجوز إخراج دم من الخيل أكثر من 10% من ما موجود بالدم اللي موجود بيها، ويعتبر خطر عليها ويسبب لها صدمة ويسبب لها هبوط وسقوط على الأرض. ما يصير يا أخوان هذا الكلام. ويقول بعدين هو يقول رقدت، طبعا ترقد التدام، طلع منها 5 لتر. احنا قبل كنا شو نسوي؟ من نسوي الفصد نطلع الدم ونريد نعطيه بالوريد نفسه مال نفس الحصان حتى لا يصير مشكلة. يا اخوان ما يصير هذا الكلام. انت شنو هذا العرض؟ والله شنو يوجعها؟ هذا فولتارين، هذا ما يصير، لا ما يصير تشخيص. لذلك انتم تنزعجون من هذا البرنامج لانه يوجهكم بتوجه علمي ويقول لكم سووا علاقة ويا الأخوة الزملاء الأطباء البيطريين يفيدوكم ويخدموكم، ويحاول يجهد الإمكان يشخص لك التشخيص السريري، ثم إذا احتاج يودي للمختبر عينات ويشخصها تشخيص جيد ومناسب حتى يخدمك خدمة صحيحة ويخدم الخيل خدمة صحيحة بعد التشخيص والعلاج الناجح. أنت تجي وتعطي بكيفك، هذا ما يصير، هذا مو بس ضد القوانين، هذه معناها أنت جنيت على المخلوق الجميل اللي أنت امتلكته وأخذت راحتك الدور. والله طاطته واحد يطيع علاج مال هيومن مال إنسان بلكي يطيب واحد أعطائه، ما يصير. والله كل هذا قلت ها خب بيها دواء، بيها دود، خلي أعطيها دواء مال دود، ما يصير. هاي شنو هذه؟ هذه فوضى بالعلاج. صحيح إحنا هسه ما نقدر نحكي على القوانين الموجودة الحالية تلزمكم، لازم أكو رقابة على هذه. تدري بالخارج ممنوع أي أدوية تكون بالصيدلة مال الإسطبل، لازم يروح يشتري الأدوية من خلال الطبيب البيطري ويكتب وصفة. وأني هسه هنا ما أقدر أبعث واحد يروح يجيب دواء، أني أكتب وصفة يلا تمشي الوصفة مالتي ويعطون دواء على ضوءها. ممنوع يا أهل يجي ياخذ دواء. أخواني الأعزاء، هلا تنهلا بالخيل، هلا تنهلا بالخيل، هلا تنهلا بالخيل. تحياتي.